بيعدي لغاية ما نسجل الكهرباء من البداية لغاية الجهاز. الوقت ده هو فترة تأخير وصول الكهرباء، هسميها latent period. late معناها تأخير، وبيريود معناها فترة، الفترة اللي هيتأخر فيها وصول الكهرباء. طيب أول ما الكهرباء توصل لازم الشحنات تتغير. يعني إيه؟ بره كان عليه شحنات موجبة بوزيتيف، وجوه كان فيه شحنات سالبة، وقلنا دي موجب أقل. أنا عايز أغير هذا الوضع. يعني إيه أغير هذا الوضع؟ عايز أخلي جوه في شحنات موجبة، يعني عايز حاجة تدخل من بره لجوه بشرط يكون تركيزها بره عالي، هو الصوديوم مفيش غيره. أيون الصوديوم بره العصب تركيزه عالي قوي، فهيدخل من تركيز عالي بره لتركيز قليل جوه، يزيد في المكان اللي هيوصل عنده فيبقى بوزيتيف جوه، ويسيب مكانه بره شحنات موجبة أقل، يعني يبقى سالب بره وموجب جوه. في نقطة مهمة، أثناء الرست ليها اسم تاني، polarized state. أقولها تاني، polarized state. كلمة polarized معناها فترة الاستقطاب. يعني دايما الشحنات الموجبة بتجمع بعضها كأنها حزب سياسي، استقطاب لما يحاولوا يستقطبوك لفكرة سياسية معينة، خليك معانا في الحزب، فده polarized state. يهم طالب الطب المعلومة دي ليه؟ لما الصوديوم ايون هيدخل هتتغير الشحنات اللي جوه واللي بره عن وقت الريست، هسميها دي بولارايزد. وعايزكم تتعودوا معايا على حاجة، دي اي معناها عكس او نزعة، عكس حالة القطبية، هو ده اللي عايز اعمله. الصوديوم ايون هيدخل بالتدريج، كل ما يدخل لجوه كل ما فرق الجهد بين الشحنات الخارجية والداخلية بتقل، لغاية ما يوصل إلى نقطة مهمة اسمها firing level. هتقول لي فاير يعني نار، ايه علاقة النار بالصوديوم؟ اصل الصوديوم هيدخل من خلال بوابات تفتح بالكهرباء. هتقول لي طب دي موجودة فين؟ موجودة في غشاء العصب، اسمها فولتج، جاي من كلمة فولت كهرباء، جيتد، جيت يعني بوابة، شانلز، وتشانلز يعني بوابات أو قنوات. لغاية ما كل بوابات الصوديوم تفتح بسرعة، في البداية دخل بالتدريج ثم دخل كل البوابات فتحت بسرعة ودخل الصوديوم مرة واحدة، يفضل الصوديوم يدخل لجوه لغاية ما اللي جوه الشحنات الداخلية تكون أكتر من الخارجية، ونوصل إلى قمة الرسمة بتاعتنا أو قمة الأكشن بتاعنا. كلمة قمة لها ثلاث معاني، المعنى الأول بيك، بص أنا بنطقها إزاي، بيك، البي تقيلة معناها قمة، تساوي معنى آخر ريفيرسال أوف بولاريتي. كلمة ريفيرس معناها العكس، بولاريتي عكس القطبية اللي كانت في الريست، ليها معنى تالت اوفر شوت. كلمة اوفر شوت بالعربي معناها
التغلب، التخطي، يعني نقولها بالبلدي الشحنات اللي جوه عدت الشحنات الخارجية بقت أكتر منها، فدول التلات معاني. زي ما انت عكست وضع القطبية بتاعتك، عايز ترجع مرة تانية إلى وقت الريست اللي أنا قلت عليه في البداية. إعادة الدورة أو إنك ترجع تاني هسميها ري بولاريزيشن. ري أو ار اي معناها إعادة، إعادة وضع القطبية مرة أخرى. آخر جزئية هقولها في هذا الفيديو عشان هيكون هو الجزء الأول من النيرف، كل عصب ليه أكشن بوتنشال، لازم تتكلمني على عنوان مهم: ريفراكتوري بيريود. ريفراكتوري معناها فترة عدم الاستجابة. هتقولوا يعني ايه؟ هقول لك، انا اديت للعصب مؤثر كهربي كافي 10 امبير مثلا، مش عايز ادي اكتر من كده. طب طالما انت مش عاوز تدي، نفترض تجربة في المعمل، انت اديت العشرة، كل بوابات الصوديوم دي فتحت، اديت لك 20 بعدها، تقول لي يا دكتور انا مش محتاجة خالص. فبالتالي في فترة اسمها ايه؟ فترة عدم الاستجابة المطلقة لمؤثر كهربي اخر. تعالوا نقول الكلام ده طب ازاي. عدم الاستجابة اسمها ريفراكتوري، وفترة اسمها بيريود، مطلقة اسمها ابسوليوت. ابسوليوت يعني مش هيحصل استجابة خالص ابدا مطلقا، فترة عدم الاستجابة المطلقة. طب نفترض الفترة دي انتهت، في فترة تانية اسمها relative refractory period. relative يعني نسبي، زي ما تقول ايه، هستجيب بس بشرط. ايه الشرط؟ المؤثر الكهربي اللي هياخده العصب يكون اقوى من العادي. في فترتين كمان وهني بيهم الفيديو. نفترض ان نشاط العصب عالي قوي، قريب جدا من النقطة اللي هتفتح فيها كل بوابات الصوديوم. تفتكر ما دام انت نشاطك عالي قوي وقريب من النقطة اللي عايز توصل لها، هل هتحتاج مؤثر كهربي زي البداية ولا مؤثر كهربي أقل في الشدة؟ أكيد هتحتاج أقل. زي بالظبط أنت دلوقتي قريب من شارع البيت عندك، مش محتاج تدوس بنزين قوي عشان توصل، خلاص وصلنا. طب أنت ليه بتقول الكلام ده؟ كل ما يقرب النيرف عندك من الفايرنج ليفل، نقطة الاشتعال أو نقطة فتح كل بوابات الصوديوم، لازم يبقى المؤثر عندك أضعف من البداية، يبقى صب ثريشولد. فاكرين ثريشولد اللي أنا قلتها؟ الحد الأدنى، هدي أقل منه. صب يعني تحته بشوية. وهسمي المرحلة دي إيه؟ سوبر نورمال. ما هو النورمال أو الطبيعي عندك هو وضع الريست، وضع الراحة. سوبر انت فوقيه، انت قريب من الفايرنج. طب لو فرضنا ان العصب بتاعك نشاطه اقل من العادي تحت الريستنج، زي ما انا بشاور دلوقتي بايدي لتحت، يبقى انا عشان اوصل لفوق محتاج مؤثر كهربي اعلى، اسميها سوبرا ثريشولد. وما دام انت محتاج مؤثر اقوى، يبقى نشاطك اقل من الطبيعي. زي طالب
محتاج لا اشرح لي يا دكتور مرة واتنين وتلاتة، يبقى أكيد استيعابه أقل من طالب فهم من أول مرة نفس الفكرة العصر. هو الطالب كل ما يكون نشاطه عالي يحتاج مؤثر كهربي أقل، كل ما يكون نشاطه قليل يحتاج لمؤثر كهربي أعلى. آخر حاجة عايز أقولها، العصب على فكرة إذا اتجمع عنده كل الشحنات الموجبة بره بزيادة، ركزوا في اللي بقوله، بزيادة، ما بقاش polarized state عادي، وضع الاستقطاب العادي بقى اسمه هايبر بولاريزيشن. هايبر يعني بزيادة. حتى دايما الجملة دي او الكلمة دي الناس عارفينها، ما تبقاش هايبر قوي، ما تأفورش. هايبر بولاريزد يعني تجمع شحنات موجبة بزيادة.